الكنيسة، أو أكيد قلتوا شو قصة هاي الكنيسة، أو أكيد قلتوا ما قلتوا شيء. اليوم رايحين على هاي الكنيسة تشوفوها معنا وتتعرفوا عليها. تابعوا الفيديو لتشوفوا شو قصة. رايح هلا على مدرسة السويقة، بدي ادفع حق الامتحان، وامبارح صرت مع المدرب 90 دقيقة فبدي ادفع كمان حقهم. بكرة يعني امتحاني بالسويقة، دعولي انجح لأنه دعوة 40 غريب مستجيب. هلا وصلنا على الفرشولة على المدرسة. Hallo. Ich habe gestern mit dem Fahrlehrer 90 Minuten gefahren. Mhm. Möchte jetzt bezahlen. Hallo, bei dem Fahrer im Dehan. Und dann entfahre. Ja, für die Prüfung. Also alles? 200. Okay. Mit Kartenzahlung? Ja. ندفع بالكارت احلى عشان الكورونا وحتى ما نلمسش مصاري. هلا اوكي دانكي شين شين تاك تشوس. لوين رايحين اليوم؟ رايحين على كنيسة اللي بيقولوا لها كنيسة القبر الرومانسي، يعني كل شيء عن الرومانسية والحب وعن الملوك اليوم رح تشوفوه بهيدا الفيديو. من البوط لنروح فيه على هيدي الكنيسة. احاول اجا هلا وراي فعجقة اليوم. كورونا عم تبكي بالزيو يا مشحة. من الحب ما قدر، يعني تخيلوا بسموا جبل طويل عريض باسم هاي الملكة. بس الوقت قصة حزينة شوي، يعني أكثر ملكة، أكثر شخص محبوب كان بألمانيا وقت عن جد شي مرة. سيدة هالبص مهورة هيدا طاير. والله شكرا يعني. هيدا الجبل كله، هيدا كله شايفينه باسم الحج، هادي مرته لهيدا الملك يعني. الحمد لله وصلنا عايشين. هادي الضيعة إذا شايفينها اللي هون اسمها أولبخ، واللي حدا أوبر تركهايم. هلا أكيد طنشتوا الأسامي بس يلا، أنا مش عم بعرف أقولهم. بس هيدا الجبل هون مشهور اسمه غوتنبرغ، يعني إنه شيء خاصه بالبيت، المهم مشهور يعني. وصلنا، هيدا هو، هيدي كنيسة الحب، ما بعرف شو اسمها. شوفوا، ما بطلب الله شو بدي فيها. هون مدفون الملك فيلهلم، فيلهلم هو هيدا ملك فورتنبرغ، ما بعرف شو دينه. هون مدفون هو وبنته، دفنوا يعني مع بعض. الكم خبر مش منيح، يعني مش حنقدر نصور بالطيارة لانه في هواء قوي، يعني واذا بدي طيرها يا بلمها من التل الثاني يا بلمها من الصف الثاني. فانا مصور قبل هون، فلحط لكم كم فيديو من اللي بعده معي. فاعذروني. كنيسه، كنيسه الحب، بتطل على شتوتغارت كلها. هيدي شتوتغارت تحت، هودي شركه المرسيدس، هودي كلها للمرسيدس، هودي البنايات، هونيك برج التلفزيون مش مبين كثير لانه في ضباب. ان شاء الله بعدين بنعمل له فيديو. اما شيء تدعموني وتتابعوني، بس مش تعملوا سبسكرايب. ليكو هون كمان في ناظور، هذا الناظور بتشوفوا منه يعني المدينه كلها شتوتغارت. اكيد مش ببلاش، بدكم تدفعوا مصاري. عام 1816 تزوجت كاتارينا باولونا من ابن عمها فيلهلم الاول اللي كان ولي العهد بهيداك الوقت. كانت الملكه كتير تخدم الناس وفعلت خير،
وأصبحت محبوبة من قبل الجميع بهذاك الوقت. لكن وفاتها المفاجأة بعد 3 سنوات من الزفاف تسببت بحزن وفزع شديد بجميع أنحاء البلاد بفيرتمبرغ بألمانيا. أول شيء اندفنت الملكة بكنيسة بشتوتغارت بفضل تبرعات السكان، بس الملك هدم القلعة العائلية لشعب فيرتمبرغ وبنالهم مصلى الدفن أو كنيسة القبر الرومانسي مثل ما هلأ بيقولولها كتعبير عن حبه لزوجته. موقع كنيسة القبر الرومانسي بفيرتمبرغ بألمانيا، هيدي الكنيسة تعتبر مثل تاج على هيدا الجبل المهم تاريخيا، وهو لحد اليوم يعتبر أحد أهم الأماكن الرومانسية وأكثرها بالبلاد. وبعد ما توفى الملك وبنته دفنوا كمان بالكنيسة نفسها، فحفيد الملك فيلهلم الأول اللي هو الملك فيلهلم الثاني أعاد تسمية الجبل اللي موجودة عليه الكنيسة سنة 1907 من غوتنبرغ لفيرتمبرغ، وهيدا الحجر أو الكنيسة هي لحد اليوم أقدم دليل موثق عن البيت الحاكم بفيرتمبرغ. وهذا فيديو اليوم بيكون خلص، بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت وشير لحتى كمل فيديوهات تانية، وإن شاء الله الفيديوهات القادمة بتعجبكم. وأكيد بدي أتشكركم على الدعم بآخر فيديو، يعني دعم خرافي صراحة، وعلى كل الكومنتات الحلوة، وأكيد ما تنسوا بهذا كمان الفيديو تعملوا كومنتات ولايك. يلا بنشوفكم بالفيديو التاني إن شاء الله.